مما يضطر العراقيون إلى السفر إلى السويد لإنجاز معاملاتهم. ففي الوقت الذي أكد فيه مسؤولون عراقيون في النرويج أن سفارة العراق فتحت أبوابها لاستقبال العراقيين المقيمين هناك، قال المغتربون إنهم لم يسمعوا بسفارة عراقية في النرويج ولم يلمسوا خدماتها. تفاصيل أكثر في تقرير مراسل البغدادية في أوسلو مرتضى العرجي. الخارجية العراقية في واد والجالية العراقية المقيمة في النرويج في واد آخر، هكذا يعتقد غالبية العراقيين المقيمين في العاصمة النرويجية أوسلو. فبعد أن استبشروا خيرا بالإعلان عن اتفاق لفتح سفارة جمهورية العراق في العاصمة النرويجية أوسلو، وبعد مضي فترة ليست بالقصيرة، فما هنالك من علم عراقي يرفرف على مبنى ولا عنوان لسفارة جمهورية العراق على حائط يذكر. وقد قامت حكومة جمهورية العراق بفتح عدة سفارات في مختلف دول العالم، ومنها سفارتنا في أوسلو، وذلك لتسهيل أموركم. والله يعني صراحة احنا ما اصلا ما سامعين به ولا نعرف شنو سفارة، ولا يعني تبهذلنا والله العظيم. يعني شنو مشوار الطريق هذا 7 ساعات اروح لستوكهولم ونحجز وبالانترنت وحجز ماكو شيء، يعني ما سمعنا، بس انه سمعنا انه اكو سفارة، بس الحقيقة ماكو يعني ماكو لا علم لا اكو مكتب لا اكو. على اي اساس يعني الحكومة العراقية خلي شوف يعني تبهذلنا والله العظيم تبهذلنا. يعني صار لي تقريبا سنة بس اسمع بها وماكو هذا الشيء، يعني اريد فد حل يعني لهذا الشيء، يعني بس يعني مجردا راح تنفتح سفارة في النرويج وماكو ابد هذا الشيء. وطبعا احنا متعذبين احنا لان اي جوازات ما عندنا، يعني نريد نسافر ماكو هذا الجواز، فاريد فد حل يعني بانه على مود يعني نشوف يعني مصيرنا، يعني يعطونا جوازات ما يعطونا، نروح للسويد، السويد كلها سنه او سنتين انتظر. اولا ما بظن انه في سفاره عراقيه بالنرويج، بظن انه بالسويد ستوكهولم، ما سمع عن سفاره عراقيه بالنرويج. عندنا اي معلومات عنها؟ اللي سامعيه انه اكو سفاره عراقيه انفتحت هنا، غير هذا ما موجود، يعني ما عندنا اي علم عنها ولا اي شيء موجود، يعني اي خدمه تقدمها لنا ما نعرف احنا عن هذا الشيء، كله ما نعرفه. ونتمنى وزير الخارجيه يجي يشوف السفاره او يشوفنا شنو خدمات السفاره اللي هنا. اما بالنسبه للدبلوماسيه العراقيه فقد القت الكره في ساحه السلطات النرويجيه. في النرويج احنا بدنا نبحث عن مكان، وهناك فريق ارسل من قبل وزاره الخارجيه. هذا الفريق دي يبحث عن مكان للسفارة، وإذا شفنا مكان راح يعني تنفتح السفارة. هناك القوانين النرويجية صارمة، قوانين النرويجية كلها معقدة، يعني هي اللي لحد الآن أخرت فتح السفارة في النرويج. وتخشى الجالية العراقية أن يكون الإعلان عن موقع السفارة العراقية هو الحلم الذي لن يتحقق، أو أن يكون رابع ثلاث الغول العنقاء الخل الوفي. لقناة البغدادية مرتضى العرجي أوسلو.